متى يكون ضغطه أكبر؟ إحنا قلنا يكون ضغطه أكبر في حال كان هذا السائل يخرج درجة حرارة مرتفعة أكثر. ومتى يخرج هذا الغاز بدرجة حرارة مرتفعة أكثر؟ عندما يكون المحتوى الحراري للغرفة أكبر. أنا عندي هون مكيف على الجدار وعندي هذا هواء الغرفة بيدخل عندي هون. في حال كانت هون عندي درجة حرارة هذه الغرفة لما نشغل احنا المكيف بالبداية تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة جدا، تمام؟ تبدأ عملية التبريد. هون عملية التبريد، هون البايبات اللي عم تتحسس هذه هذا المحتوى او درجة الحرارة لهذا الهواء الموجود في الغرفة طبعا تتحسس حاليا بأعظم درجة، لانه لسه احنا مشغلين المكيف. فعمليا هون لازم يكون عندي كمية السائل اللي تدخل الى هذا المبخر تكون كمية كافية تغطي هذا الحمل. مين اللي بده يحدد لي هذا الموضوع؟ هذا اللي بده يحدد لي هو صمام التمدد من خلال هذا المستشعر او السنسور او الحساس اللي موصول في هذا الصمام. لما ترتفع، لما هون عندي انا يكون الحمل الحراري عالي جدا، فبالتالي هون عملية الغليان بتمتص اكبر كميه من الحمل الحراري الموجود في هذا الهواء خلال كل عمليه تبادل ودوران، تمام؟ عمليا انا بيخرج عندي هذا الغاز محمص او درجه حرارته اعلى، وبالتالي انا بتتعرض هاي البصيله الموجوده عندي لدرجه حراره اعلى، وبالتالي السائل الموجود داخلها بتعرض لدرجه حراره اعلى، وبالتالي عمليه التبخر بتكون اكبر. انا بدي اوصل لهون انه انا في حال كان عندي المحتوى الحراري عالي، انا هون الضغط اللي بيطلع عندي هون كميه البخار تكون اكبر، وبالتالي شو قلنا لما البخار يطلع ترتفع درجه حرارته ويرتفع ضغطه، وبالتالي انا هون الغاز الموجود عندي داخل هذا الباب الصغير بيضغط على هاي الصفيحه، هاي الصفيحه تتقعر باتجاه الاسفل تضغط هذا المسمار، تضغط هذا المسمار، وبالتالي بضغط المسمار باتجاه الاسفل في عندي انا طبعا هون من الاسفل في قطعه هون وفي عمليه المرور، بضغط هذا المسمار باتجاه الاسفل عمليه مرور هذا الغاز من هاي الفتحه هاي الفتحه بتكبر عندي، فعمليا بتزيد عمليه المرور، وبالتالي يسمح هذا الصمام بمرور كميه اكبر من السائل للدخول الى الوحده الداخليه ليغطي الحمل الحراري الكبير، تمام؟ بس تنخفض عندي هون، احنا شغلنا المكيف نص ساعة، بلش بعد تشغيل بعد فترة شو بصير؟ بصير هذا الهواء اللي بحمل حراري كان 100 بصير صار عندي 70، بعد شوي بصير 50 وهكذا، كل شوي عم بيقل عندي الحمل الحراري لهذا الهواء، ليش؟ لأنه في مين بيستلم منه الحمل الحراري وبيطلعه بيسلمه للجهة الأخرى. بالتالي أنا عندي هون بس تنخفض عندي درجة الحرارة لهذا الهواء والحمل الحراري، هون عندي بينخفض درجة حرارة هذا الغاز اللي بيغلي عندي هون وبتتحسسه هذه البصيره، عمليا انا كميه الغاز او البخار اللي قاعد ينشي هون عندي داخل هذا البايب بتقل، فهي بدل ما تكون نازله بهالشكل بخف نزولها، عمليا هون المسمار بيرتفع باتجاه الاعلى بسكر قليلا من الممر بقلل كميه السائل اللي بتدخل الوحده الداخليه، وكل ما ارتفع باتجاه الاعلى كل ما هاي البصيله تحسست انه درجه حراره الهواء صارت بارده، الغرفه صارت بارده، عمليا انا شو الداعي انا ادخل كل كميه هذا السائل الفريون مشان يدخل عندي؟ ما في داعي، انا بحتاج لجزء معين لحتى يعمل لي تبادل حراري مع هذا الهواء، هذا الجزء المعين تتحسسه هاي البصيله من خلال الغليان لهذا السائل وكميه البخار اللي تضغط على هاي الصفيحه. كل ما كان الضغط اكبر كل ما كان درجه حراره هذا الغاز اللي طالع عندي هون اكبر، كل ما كان الضغط اكبر كل ما قلنا له دخل كميه اكبر من السائل حتى يغطي الحمل الحراري، ولما يخف عندي الحمل الحراري هاي البصيله ما عم يصابها درجه حراره كبيره مثل الاول، عمليا عمليات التبخر بتقل وبالتالي الضغط يقل وبالتالي هاي الصفيحه راح ترتفع معي قليلا للاعلى ويتم اغلاق جزء من هذا الممر وبالتالي تقليل كميه او تدفق سائل التبريد باتجاه الوحده الداخليه. هذا هو عمل صمام التمدد بشكل عام. اذا صمام التمدد بتحسس درجه حراره هذا الغاز اللي طالع عندي هون، ودرجه حراره الغاز اللي طالع عندي هون اللي بتحسسه هاي البصيله وتعطي امر لهذا الصمام لزياده كميه السائل او تقليله تعتمد على شو؟ تعتمد على المحتوى الحراري او على درجه حراره هذه الغرفة. كل ما كانت درجة حرارة هذه الغرفة أكبر كل ما إحنا نحتاج سائل أكثر حتى يمتص هذا المحتوى الحراري. كل ما قلت كمية المحتوى الحراري أو درجة الحرارة نقصت عندي في هذه الغرفة تتحسس هذه البصيلة هذا الموضوع وتخبر هذا الصمام أنه ما في داعي أنت مدخل كل هالكمية ما لها أي ضرورة، دخل كمية تتناسب مع هذا الحمل الحراري. فعمليا هو ما بين
انه ينزل باتجاه الاسفل عمليا يزيد عمليه مرور السائل، وما بين انه يرتفع باتجاه الاعلى ويقلل كميه السائل الداخله الى الوحده الداخليه. هذا بشكل عام هو دور صمام التمدد. طبعا اجزاء كثيره طبعا موجوده في الوحده الداخليه وموجوده في الوحده الخارجيه. تطورت عمليات تصنيع المكيفات حاليا عندنا. المالتي سيستم عباره عن تقريبا تعتبره مكيف كمبيوتر، عباره عن لوحات الكترونيه كله فيه اكثر من 2000 سنسور بيتحسس كل هاي الامور، فهو عباره عن يعني مكيف ذكي. ولكن بشكل عام الدور اللي بيقوم فيه هذا الصمام هو هذا الدور، انه يسمح يقلل. طبعا الدور الاساسي اللي قلنا عنه في الكابيلاري نفسه قائم فيه بجميع الاحوال، قائم فيه بجميع الاحوال، ولكن هو بس يزيد هون ويقلل كميه السائل الداخله الى الوحده الداخليه بناء على المحتوى الحراري لهذا الهواء الذي يتحسسه عند مخرج هذا المكثف، عفوا المبخر، عند مخرج هذا المبخر تتحسسه هذه البصيله اللي هي اوريدي موصوله بهذا الصمام. طبعا الغاز او السائل الموجود هون واللي موجود داخل هذا البايب معزول تماما عن هذا الجسم، يعني ما بيختلط مع الغاز او السائل الموجود عندي هون، بس هو بيوصل لهون بيضغط على هاي الصفيحه اللي بتنزل المسمار او بخف الضغط على هاي الصفيحه. هاي بالنسبه لصمام التمدد، حبينا احنا نوضح لكم طريقه عمله والقطع الموجوده فيه بشكل عام. تمام، بتمنى ان شاء الله انه نكون وصلنا معلومه مفيدة، وبتمنى تفاعلكم على القناة لأنه ما في تفاعل صراحة على القناة نهائيا. حتى الشباب اللي عم يشوفوا الفيديو ما عم بيعملوا له إعجاب، وهذا الشيء طبعا بيعمل لنا يعني ستوب إنه إحنا الشيء اللي عم نقدمه ممكن ما يكون مفيد، لذلك ما عم يعجب المتابعين. بتمنى إنه تزودونا بملاحظاتكم، إنه أنتم عم تستوعبوا عم تستفيدوا من هاي الفيديوهات أو لا، حتى يعطينا هذا الشيء دافع في الاستمرار. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.